صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. اليوم 14 آذار 2005 هي الذكرى العاشرة لانتفاضة الاستقلال التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان وإنهاء مرحلة الوصاية السورية كما يقول قادة هذه الانتفاضة، كما وضعت على السكة مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري شرارة هذه الانتفاضة وما يرتبط بها من جرائم. انتفاضة الاستقلال وقفت عند حاجز حزب الله، ويقول بعض قياداتها إن هذا الحزب قد استبدل الوصاية السورية بوصاية إيرانية، وأن أخطاء ارتكبتها هذه الانتفاضة ساهمت في عدم اكتمال هذه الثورة، وهي تبدأ من بقاء الرئيس إيميل لحود في سدة الرئاسة إلى الحلف الرباعي إلى عدم تثمير الفوز الانتخابي في العامين 2005 و2009 إلى السنسين إلى الأحداث التي جرت على الأرض في 7 أيار وصولا إلى تدخل حزب الله في سوريا وغيرها تحت شعار مواجهة الإرهاب التكفيري. انتفاضة الاستقلال أو حركة 14 أذار تحاول بعد 10 سنوات أن تستعيد نفسها على الصعيد التنظيمي وعلى الصعيد السياسي من خلال مجلس وطني تأخر كي يرى النور، ومن خلال ورقة سياسية تجمع تنوع الفرقاء السياسيين في هذا التجمع على عناوين وليس على التفاصيل. فهل ستتمكن إن أنجزت ذلك من استعادة تلك الصورة التي ظهرت من 10 سنوات؟ في الذكرى العاشرة لانتفاضة الاستقلال كانت لافتة تحية النائب وليد جنبلاط للبطريرك صفير كعراب لهذه الانتفاضة، لاسيما وأن نداء بكرك الأول في أيلول من العام 2000 لسحب الجيش السوري كان برعاية هذا البطريرك، وأيضا لقاء قرنة شهوان كان برعاية بكركي التي كانت رأس حربة في المطالبة بسيادة وحرية واستقلال لبنان. انتفاضة الاستقلال نناقش مسارها مع النائب السابق سمير فرنجي الذي كان أول من أطلق هذه العبارة من منزل النائب وليد جنبلاط في كليمنسو عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري. أهلا وسهلا فيك بالبي سي آي. بدنا نشوف شوي حركة السير على بعض الطرقات باتجاه بيروت مثل العادة عجقة سير، باتجاه الشمال ما في عجقة سير، منطقة الدورة ما فيها عجقة سير، شوية ضغط سير عند مستديرة الدورة، بولفار شار الحلو حركة سير طبيعية باتجاه وسط بيروت باتجاه الكارنتينا وباتجاه المرفأ، ساحة ساسين بالأشرفية كمان الحركة طبيعية، شارع الحمراء حركة عادية مع توقف عند التقاطعات، كورنيش المزرعة كمان الحركة طبيعية مع توقف عند إشارات السير والتقاطعات، طريق المدينة الرياضية المطار ما في عجقة سير باتجاه نفق سليم سلام ولا باتجاه المطار والمدينة الرياضية، وهيدي كل الصور اللي عنا إياها عن الطرقات. استاذ سمير، يعني أنا بتذكر كتير منيح المؤتمر الصحفي اللي عملتوه بمنزل النائب وليد جنبلاط بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وأعلنت فيه انتفاضة الاستقلال. ساعة اللي كنت عم تعلن يعني هذه الانتفاضة وعم بتقول هذه العبارة، كنت مؤمن أنه بالفعل بدها توصل للنتيجة يلي وصلت لها بأول كم شهر؟ هو هذا المؤتمر الصحافي عملني نهار الجمعة، قلت الرئيس الحريري نهار الاثنين، نهار الجمعة كان في اجتماع للبريستو بهذا، وطلبنا من وليد جنبلاط أنه ما يجي لأسباب أمنية وأنه نخلص الاجتماع ونعلن من عنده البيان اللي بده يوصله. بهاليوم هذا النقاش كان إذا نوابنا بيحضروا أو لا جلسة مجلس النواب المقررة نهار الاثنين، يعني أسبوع تماما من بعد اغتيال الرئيس الحريري، وأنه بقى نقاش أنه هذه جلسة يعني مخصصة لبحث قانون انتخاب فكان يعني النقاش داير، وقال لك بصراحة ما حدا منا كان بوقتها يعني حاسين انه في شيء كبير بس ما حدا منا بيعرف يعبر عنه، وفيها الروتين موجودة والطبيعية. فلما خلصنا الاجتماع وفضت الاجتماع كنت انا يعني عم بصيخ بروتش البيان الاخير، بيمروا الله يوجه له الخير الوزير مروان حميدي بيقول هذا البيان ضعيف، قلت له ضعيف بس فضينا الاجتماع ضعيف او ما ضعيف، قال لي ما بعرف بس انت شوف شو بدك تعمل. تفكر انه هذا يعني بيان تاريخي، ما لحظه تاريخيه بالاحرى، ف ما في غير شيء بالبيان، ما في وقت يعني، والاعلام كله ناطرنا عند غيرت المقدمه انه اجتمع وقرر
إطلاق انتفاضة، انتفاضة الاستقلال السلمي. صرنا عند وليد جمرات قاعد عبارة بس معصب، يعني معصب بشكل إنه إذا ترجع بتشوف الصور يعني الصحافي. لا أنا كنت موجود يعني. كنت موجود. الصحافي يسألني سؤال هيك حس إنه يعني إيه. وقتها يعني رد فعلهم على هذا الأنين كبر الأنين، رد فعل الحكومة وجماعتهم وإلى آخره. وهيك كانت بدايتها. بس اللي بدي أقوله ما حدا منا كان معتبر إنه دخلنا مرحلة عم نحكي عن 14 مع إنه يعني القرار 1559 كان موجود، بس موجود من فترة طويلة مش هو محرك الموضوع يعني موجود. وأكثر من ذلك إنه من بعد محاولة اغتيال مروان حمادي جينا تأكيدات إنه هيدي وقفت وإنه حطوا حد وما بعرف شو بلغوا السوريين. يعني عم بكيك مش إنه تبلغنا فيه قبل بشهر ونص من اغتيال الرئيس الحريري. بالتالي نحن ما كان يعني جونا إنه والله في دعم، يعني ما حدا كان عنده شعور بوقتها إنه مدعوم من برا وإنه في يعمل أو في حماية له. أو لما وصلنا بعملية بلحظة الاغتيال صار كله يعني ابن ساعته إذا بدك. يعني أعطيك صورة عن تنين الاغتيال، أربعة الدفن، خميس مجتمعين بجريدة النهار بقاعة الاجتماعات عندهم وعم نناقش شو ممكن ينعمل. موجود جبران طويني في تلفزيون ال بي سي، موجود ال بي سي قاسمي الشاشه قسمين، قسم على الضريح وقسم بقريتي. عم نشوف بقريتي من ناس كذا والضريح وعم نحكي تنشوف شو بدنا نعمل. بلحظه انا لفت لي انتباه الضريح انه ناس مسيحي مسلمي شباب خطير رجال كل خليط غريب عجيب، وعم نحكي انه بدنا نعمل 60 ب. فانا عم بطلع هيك قلت له خلينا نعمله جنب الضريح. قال ايه بس هولي شباب يعني غير هون ماشي الحال، بتحطهم جنب بعضهم بيصيروا يعني يشوفوا بعضهم ويتواصلوا مع بعضهم. بهاللحظة بدأ تليفون وبيطلع جبرا طيرت وبيرجع بيقول لي هيك بمزح قال لي هاتك تشتغل بالأمن العام. قلت له ليش؟ قال لي لأنه إجا تليفون من الأمن العام لا تندل البي سي إنه خي بلد ضريح بهاي بقيت الصورة مش إنه بس تقلك كيف كانت القصة عم بتصير يعني يعني كانت ككرة الثلج عم تكبر وبدون ما حدا يقدر. من بعد 8 أذار كنا عم نحط عم نحن مقررين 14 أذار ونحط تقديرات يعني كل حزب شو بيجيب وشو ما بيجيب وإلى آخره. 8 أذار 300,000 بساحة نسبيا صغيرة. ب14 إذا بتجيب 300,000 بالساحة ما ببين فيه. فعلا كانت مشكلة بالنسبة لنا ما فينا ننقلها لهونيك لأنه الضريح لأنه مكان القاعدين فيه الشباب لأنه يعني ما بخبرك ليل 13-14 كيف عشناها. وأساسا الكل كل واحد تدخل من برا بهذه الشؤون يتصلوا إنه الغوة ما راح تقدروا. عمليا مش انه قدرنا، عمليا كلنا تفاجأنا بهذه المشاركة بمشاركة الناس خارج يعني الأحزاب. ضربت لنا حسابهم على بعضهم وعلى تنوعهم 200,000 بحساباتنا. طيب من وين اجى مليون زايد على 200,000؟ هذه اللحظة وما حدا اللي بيقول لك والله ضارب حساب 14 ما حدا. طب برأيك الناس بوقتها عملت ردة فعل على شو؟ يعني عملت ردة فعل
على أنه كانت بالفعل رافضة الوجود السوري في لبنان وما بدها بقى هذا الوجود، عملت ردة فعل لأنه صار الاغتيال، ولا كمان أنه كانت كلها ردة فعل على الكلام يلي قال فيه يلي حكي فيه السيد حسن نصر الله بثماني أذار، أنه هو يلي كان المحفز لهودي الناس لحتى بالفعل ينزلوا على هذه الساحة؟ ليك كمان بدي خبرك جاري العلاقة بالـ LBC من بعدها بشي شهر كنت هون وتركت من هون طالع صغرتها على الطريق بنفخت الدولاب بنوقف بمحل قبل يعني قبل حجة الجيش بالمدفون في محل بصلح الدولاب. هذا المحل مين ديره؟ مرة نزلت وعدت انه بشبهوي بانتظار انه يخلص الدولاب بتيجي صوت بتقلي منيح انك جيت هلا لانه هلا مرقوا ثلاثه كانوا طلعوا يعني مشوا قبل ما اوصل. قلت لها قالت قاعدين عم يناقشوني وانه كيف انا حكيت كلمه منيحه هي عن وليد جملاط. قالوا شو ناسي شو عامل وليد جملاط؟ بتقول لهم نازله بس اذا ولد من ولادي عامل خطا مضلحته لاخر عمره. طلعت لي انا ماني عارف شو هي ماني عارف لا من وين ولا اذا شو طايفتها شو كذا. شوي بتقلي شرف معي ورا البراد بلاقيها حاطه صوره رفيق الحريري. فقدرت انا انه بجوز شي ولد من ولادها تعلم شي. قلت لها بتعرفي؟ قالت لي لا. قلت لها خادمك بشي؟ لا. ما في. طب ليش حطي له صورته؟ ليك جوابها انا برايي بيلخص كل شيء. قالت هذا الانسان بموته وحدنا. شوف من لا تلخيص. فطلعت فيها قلت لها طب نزلتي على 14؟ قالت نزلت انا وبنيت اثنين وابني. قلت لهم قبل وقف شغلك هلا تنزل هيك الحرفي بخبره دوخت انا مره يعني عمليا صار فينومين شبيه شفني بوضوح اكثر بعدين بتونس لم قتل حاله بو عزيزي حدا بيعرفه مواطن أشعل النار بنفسه. شو عملت؟ عملت شغلة استثنائية. هون استشهاد رفيق الحريري عمل شغلة استثنائية. ماني داخلي بالنورم العادي. والصار على ساحة الحرية كمان استثنائي. أول مرة بتلاقوا اللبنانيين خليني أقول بالحد الأدنى من سنة 75. أول مرة في لقاء في تجمع إلى آخره ما حدا قدر يقول أنا عملته. لا حزب ولا طائفة ولا حدا. ما حدا إجا بناء على طلب. هذا الغريب. لم تسأل لحد اليوم بتقول خي كيف ليش نزلته؟ بخبروك الناس أنه كنا مجتمعين وشفت ما بعرف شو وحكيت أنا وبنتي وهذيك أحكي معك كل واحد أخذ قراره بإيده مشان هيك. فكرة 14 عبكي سيبك من تنظيم 14 فكرة 14 موجودة اليوم بضمير كل إنسان بلبنان وهذه الفكرة ما فيك تختزلها أنه هذه إسلام وهذه مسيحية وهذه ما بعرف مين وهذه لا قصة. كل تواريخ لبنان مربوطة بطائفة. كل التواريخ التأسيسية مربوطة بطائفة. فكرة لبنان بالمير فخر الدين، لبنان الكبير بالبترك حويك، لبنان الاستقلال برياض صلح و بشار الخوري شيء تحرير الجنوب بالطائفة الشيعية. هذا الحدث التأسيسي الوحيد ما في طائفة قدر بتقول لك هذا عندي. هذا عن كل الطوائف عند كل اللبنانيين عند كل هذه أهميته كحدث. هلأ
بناء عليه معرفنا بعدين كيف بدنا نأسس عليه يعني. صحيح، هلا رح أوصل للبعدين، بس في كمان نقطة هون كتير مهمة يعني بالشيء اللي صار بذاك الوقت. قديش بوقتها كان المجتمع الدولي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري انه مسلم ببقاء الوصاية السورية في لبنان، مسلم باستسلام اللبنانيين الى هذه الوصاية، واتت هذه الحركة التي حدثت على الارض لتغير هذا التوجه الدولي، لتغير هذا يعني الستاتيكو اللي كان سائد على الصعيد الدولي بخصوص لبنان. هل صحيح بوقتها انه بالفعل انه كانوا الامريكان لامبالين او تلقيتوا نصايح منهم بتقولكم انه خلص انسوا الموضوع شو بدكم بهالشغلة تابعوا القصة بالسياسة؟ هو يعني بالتأكيد من بعد 8 أذار كان في يعني عند السفارات وكان في قناعة بأنه حسموها حزب الله وسوريا لصالحهم، وأنه حركة استقلالية خلينا نسميها لا ماني قادرة، وأنه يعني روقوا يا شباب بهالمعنى. كل الناس تفاجأت بحجم وترجع يعني بس تذكرك بانه المجلات الامريكية من بعد 14 اذار صارت تحط صور المظاهرة على الغلاف. نيوزويك حط صبي لبنانية حاملة يافطة، هذا غلاف نيوزويك من بعد 14. قبلها لا، ما حدا كان مات به انه قادرين بهالمعنى. الجانب الثاني هو انه حتى السوريين اندوخوا بالقصة، قرار سحب قواتهم اجا سريع يعني ما فاوضوا انه بنسحبوا لنا هون، لا ما بنسحبوا لنا هون الى اخره. ان كل حياتهم كانوا يقولوا عم نعمل اعادة انتشار، اعادة انتشار هالمرة لا، انسحاب كامل. فبمحل لا كانت لحظة حاسمة وهيدي مش معناتها ان المجتمع الدولي كان ضدنا، لا، بس ما كان المجتمع الدولي متصور انه ممكن اللبنانيين يعملوا شيء ما في حدا بالعالم عمله، يعني تلت الشعب ينزل بمظاهرة واحدة ماني يعني ظاهرة ما صايرة بهذا العالم. مش عم تحكي انه تصور انت الفرنسيين ينزل 20 مليون على صيحة واحدة، اذا بدنا ناخد بالنسبة شفنا بوقت شادي يبدو مظاهرة كبيرة ومهمة والى اخره، بس بباريس هي كانت بحجم بيروت عم بحكي عدديا و نسبيا يعني عم تقيسها لا هون شغلة سبقت كل الناس بما فيهم نحن يعني طيب. هذه الشغلة اللي سبقت كل الناس يعني قدرتوا تعرفوا تستثمروها او انه يعني كانت ثورة ناقصة؟ هي لا شك انه ثورة ناقصة بس ايضا يعني ما بدي فوت بجلد زيت يعني، بس ما حدا متصور، ما حدا محضر يا زلمة يعني قصة صارت شغلة استثنائية تقول لك انه حدا منا كلنا احزاب ومستقلين واللي بدك ايه مهيئ لهيدي اللحظة، لا مش هناك ما قدرنا نوجهها، ما قدرنا ان هقول لك من بعد هيدي اللحظة صار النقاش بيروح او بيبقى مش امين لحود رئيس لحود الاتفاق الرباعي او لا، ما عدنا يعني ما عدنا نقدر نتواصل حتى. اعطيك مثل اذا بذكرك هلا انه بالعاملية صار في اجتماع شيعي مهم جدا واخذ مواقف اساسية، ما بقى نتذكر هالشيء لانه الاحداث اجيته وما كنا مهيئين. صار في كمية هيك مبادرات أجهد، اجى الاتفاق الحلف الرباعي بعدين يعني الغى الشريك الشيعي بانتفاضة 14 اذار. اعطيك اشارة، مقال سمير قصير
بجريدة النهار عنوانه انتفاضة في الانتفاضة. شو عم بيقول؟ انه كهيئتنا عملنا شيء كبير ووقفنا، وهيك صار وقفنا. ما كنا يعني مهيئين، رغم انه هون بسبب غباء السوريين هن بقوا الحركة عايشة من وراء الاغتيالات. لو بوقت مصري الحملة الاغتيالات حركة 14 كانت وقفت، كانت وقفت. اجتماع مني وقت اغتيال سمير قصير، اجتماع تاني جورج حاول، بقينا بلا اجتماع ل 14 أدار لشهر 12 لحظة اغتيال جبران طويني. بلشنا نرجع نتحرك بعد اغتيال جبران طويني، صارت معركة المحكمة. بس من بوقتها قيم قصة المحكمة اللي كانت المبادرة بإيدنا، مبادرة انتقلت عند الفريق الآخر. طيب عم بتقول يعني أستاذ سمير أنه ما كنتم محضرين ولذلك يعني لم تتخذ هذه الخطوات اللي كان يفترض أن تتخذ، من مسألة متابعة إسقاط الرئيس إميل لحود لمسألة يعني قيام الحلف الرباعي. طيب مين المسؤول الأساسي عن 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 هذا الضياع؟ مين كان المسؤول الأساسي؟ هل لأنه كانوا القاضي يعني السياسيين غير موجودين، سمير جعجع بالحبس، عماد ميشيل عون في المنفى، الرئيس رفيق الحريري اغتيل ولم يكن هناك بعد، مين 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 سيحمل لواء القيادة؟ شو السبب كان؟ ما بتصور هذه المشكلة. المشكلة انه اذا بدك صرنا بمحل اخر، حتى الادوات لحلك الفكرية ما كانت واردة. صارت شغلي ما اكتشفنا حجمها واهميتها ان مع بداية الثورات العربية كنا نحن عم نعطي اول مؤشر على هذا التحول التاريخي الحصل بالعالم العربي، رفض الأنظمة الدكتاتورية، لإعادة الاعتبار للإنسان للفرد، الانتهاء من الإيديولوجيات والشعارات القائمة عليها. هذا كله إذا بدك عملناه بدون ما ندرك اللي عم نعمل. هذه جعلت إنه ما كنا مهيئين. وهون بدي أقول الناس استمرت. اخر معركه ربحناها الناس كانت يعني عم تعطيكم دائما انتخابات 2009 اكبر دليل. هي اذا اخذنا انتخابات 2009 هي اخر انتصار من انتصارات 14 اضحى. بس اللي بدي اقوله انا ما مميز بين الناس والاحزاب، مش انه والله في قياده ل 14 اضحى عارفه شو بدها والى اخره وكذا، وعم بتصيب احيانا وعم تخطي. لا، يا ريت القصه بهذه البساطه. في بلحظه سياسي تقليدي جدا، صراع على سلطه، في اعتبارات خارج منطق 14 أدار تتحكم بتصرفك. في جانب تاني انه منا عم نعرف نرجع نحط الفريق الاخر بموقع رد الفعل، مش نحن نبقى بموقع رد الفعل. طبعًا. يعني حزب الله اخذكم لعنده، مش انتم جبتوا حزب الله لعندكم. انا كنت انه شغلي يمكن بقرن تشاوين، قلت انه الموقف اللي بيصيب هو الموقف اللي بيجعل فريق اخر يعمل رد فعل. اذا ما في رد فعل معناتها موقفنا ما له طعمه بالسياسي. عم بكي اذا رح اعطيك مثلا، طلع اول بيان لبكركي بال2000 النداء الاول الغزة. هذا النداء بشكل أساسي هو ردود الفعل السلبية عليه، لأنه هيدي سمحت لنا وعيشت هذا النداء وعطته هذا البعد التاريخي. 2001 طلع بين كرك بنفس الوقت بيقيلو انتبهوا على خطأهم يا جماعة، ما طلع ولا رد فعل، ميت البين بعد يومين ثلاثة ميت. فبالسياسي
عم تعملوا، إذا ما بيصير رد فعل الخصم معناتها يا بيتفه لك موضوعك يعني بيسخفه، يا أما بينه عم يحطك أنت بموقع رد الفعل، وهذا ما حصل. بقينا بموقع لحطيك مثلا هلا بالحكي العادي وين أنه حزب الله لازم ينسحب من سوريا، ممتاز موقف مبدأ حلو كتير. طيب بس هو ما بيعمل ردة فعل وما عنده كلام بهذا ماشي. الموضوع وبيتابع القتال في سوريا، بما أنه هو هون ما فيك تعمل هذا الكلام، صار كلام مبدئي نظري، شوف شو بدك تعمل فعلا. أيضا بيقولوا لك هلا أنا وجين عندك عم بسمع أخبار أنه يعني مسألة الرئاسة وارتباطها بالنووي الإيراني أنه ما فينا نعمل شيء، لأنه هون موضوع تاني. طيب بالأخير بصير نسأل بعضنا إذا ما فينا نعمل شيء بالمرة خلينا ناخذ قرار بالهجرة، مش عارفني بس إنه باقيين بالبلد، وكل تحليل بيطلع له بيخبرك إنك ما أنك قادر تعمل شيء، كيف هيدي؟ وإذا بتقول لا قادرين نعمل شيء بيطلع لك مين يقلك أنت على طول متفائل كأنه صار التهمي. بنقاش امبارح هذا مش عم بحكيك منها، إنه كيف فينا نواجه السلاح؟ بتقول كيف واجهنا السلاح؟ نمكن السوري موجود هون جيشه، وبظهر هذا الجيش الأجهزة اللبنانية، طيب كيف واجهني؟ واجهني بالسلاح، لقينا طريقة نعطل هذا السلاح. ما حسب الله هيك بدنا نعمل. ايه بس انتوا بوقتها ما كنتوا فاتحين حوار مع السوري لحتى يعني تواجهوه وتتحاوروا معه بنفس الوقت، والسوري لم يكن يعني هو مش لبناني، مش فريق لبناني. اليوم حزب الله هو فريق لبناني موجود على الساحة الداخلية، اليوم في قوى من 14 أدار تحاور حزب الله. اليوم إذا بدك تواجه سلاح حزب الله بالطريقة اللي واجهت فيها الوجود السوري في لبنان قد تؤدي إلى حرب أهلية في البلد. لا لأنك أنت ما رح تواجه حزب الله على أرض حزب الله، هيدا المشكلة. ما بدك تواجه بدك تواجه على أرضك أنت. أنا أقول اليوم منا قادرين إيه مسلح ماشي الحال، خليني يكون يعني غليظ أكثر. أنا إذا بدي أعمل حساب بيري بمنطق سياسي بلك لا خليها سلاح بسوريا، شو عم يعمل حزب الله بسوريا؟ فقد بمعركة ما ألانيهي. أنا نبقله شرف رجيع على البلد عم بخدمه لحزب الله، مش عم ضره لحزب الله، عم بده وفر على حالك يا شاب. اذا بدي يكون هيك عم بحسبها بالمنطق السياسي الضيق بقول له لا بقى هونيك عم بتروح شباب، عم بتروح ميلك، عم بتروح سلاحك، عم بتروح كل وضعيتك بمعركه انا ضامن لك انك ما في امل واحد بالالف تربح. كل شيء عم جرب تعمله تأخر سقوط هذا النظام ماشي معك. تعملها سنة والتاني سنة شو بتعمل؟ فبالتالي أنا بدي أقول له وهون عبقول مهمتنا كأربعة عشر نقول على ضوء كل تجربنا، وما بدي ميز بين تجربة وتجربة. بدي حط كل تجربة قامت على العنف بهذا البلد من التجارب اللي أنا مشارك فيها ومن التجارب الغير مشارك فيها، ونقول من هون راح كيف بدنا نطوي الصفقة. مقاومة لبنانية بفترة، مقاومة وطنية بفترة، مقاومة إسلامية بفترة، ماشي الحال. كلنا أخطأنا يا شباب، تعالوا نرجع على البلد، على البلد بشروط البلد مش بشروط واحد منا. المنية عم تعملوا 14 أذار إذا بدك هي تقول هذا الكلام وتقول شان كلمة إضافية. البلد بخطر، المنطقة رايحة على جحيم، كيف فينا نحمي حالنا؟ كيف فينا نبلش نخلق فيما بيننا مع الناس اللي عندهم شعور بضرورة حماية البلد؟ كيف فينا نعمل نشكل شبكة أمين داخلي نحن بين بعضنا؟ حزب الله بيجي كثير منيح وما بيجي ماشي الحال، بس نبلش نقول خي اللي بيشبهوا بعضهم يتضامنوا مع بعضهم لحماية
البلد من الايتي بهالحدود، خلي هوليك يكملوا بلعبة العنف ولعبة ال، بس ضروري نبادر، ما فينا نكمل هيك. طيب هناخد اول بريك اعلاني ومنتابع نهاركم سعيد. ونتابع نهاركم سعيد من الـ LBCI مع النائب السابع الأستاذ سمير فرنجية. أستاذ سمير، يعني في كتار بيحكوا أين فشلت 14 أدار كحركة سياسية وأين نجحت وأين أخطأت وأين أصابت. اليوم سمير فرنجية إذا بيعمل تقييم لهذه الحركة بعد 10 سنوات وخصوصا الحركة السياسية، مش عم بحكي عن الحركة الشعبية، الحركة الشعبية مثل ما قلت وكلنا بنعرف كانت قصة استثنائية، بس ولكن الحركة السياسية لما يسمى بقوة 14 أدار، إذا بدك تعمل لها تقييم اليوم شو بتقول عنها؟ يعني لك في جانب إيجابي لا شك إنه بقت موجودة ومنعت إذا بدك عودة البلد إلى مكان عليه من قبل. يعني لو ما فيها الحركة بتصور ممكن سوريا حكمتنا عن جديد بواسطة حزب الله. طب ما اليوم بيقولوا إيران حكمتنا أو إيران يا سيدي، يعني هو هلا صار إيران حلت محل وهن الإيرانيين عم بيخبرونا كان إنه يعني حاكمين أربع عواصم عربية منا بيروت بهالشيء. وجود هذه الكتلة السياسية لا منع هذا الشيء، وهذه بدأت تتسجل لقوى 14 طار. كيف منع؟ منع بأنه أولا بهال يعني هال رفضوا الاستسلام، بيخوضوا بعد خوضوا معركة خروج جيش سوري، خوضوا معركة المحكمة، بقاء موحد رغم كل شيء صار، وهي أول صورة الوحيدة لهذا التوحد الإسلامي المسيحي. قلت لي كيف خسرنا الحكومة بال 2011 مش هيك؟ 2010 وبعدين تشكلت ايه؟ بال 2011 ايه؟ حكموا الشباب 3 سنين. شو قدروا عملوا؟ السلطة كانت معهم وما في تلت معطي ل 14 أدار. موضوع المحكمة خذوا هيك عينة، اضطر حكومي مسيطر عليها حزب الله تمول المحكمة، تمول المحكمة اللي بيعتبرها حزب الله أداة إسرائيلية. في فشل ذريع بتحقيق مشروع. بالتالي إذا بدك عم بحكي هون بالسلب، إيه لا، لو ما في وجود هذا التكتل كانوا نقلونا لمكان، نقلوا البلد لمكان آخر. هلا هذا إذا بدك من إيجابيات هذا. سلبيات إنه مش عم نقدر نطلع من سياسة رد الفعل، ومش عم نقدر نطلع من سياسة الصراع على السلطة فيما بيننا. عم بك إنه صار في هلا عم بياخد على سبيل المثال إنه طرحت مسألة الانتخابات، تكتل مثل 14 أدار بيقدم مرشحين كل حزب منه، كيف انتخابات الرئاسية يعني؟ لا بحكي انتخابات النيابية. انتخابات النيابية ما حان الوقت نطلع كتلة واحدة؟ ما هذا النيب اللي بده يحكي باسمي ومطلوب أنا أدعمه، ما بدي يكون متواصل معه بشي مكان؟ ليش الأحزاب هي بدها تعين؟ اكيد انه بده يجي مرشحين حزبيين، بس ليش عم نعملها؟ ما بدك كتلة نيابية موحدة لقوى 14 أدار. تماما بالحد الادنى شيء، ما في مصالح الاحزاب ومصالح التيارات، هو هيدا عم بقول انه بدك تتجاوز بقى. عم نفوت على مرحله وين نجح انا اذا بدك رايي ميشيل عون بمعركته مع 14 أدار. نجح بانه عم بيردنا او حاول يردنا الى ما كنا عليه قبل 14 اذار 2005. مع
أنه هو كان رأس حربي بهذا الموضوع. ما كان يعني رأس حربي. يعني ما من لم يستطع الحفاظ على العماد عون في 14 أذار هو ما بده يبقى ضمن هذا التجمع أو ضمن هذه الفكرة السياسية، أم أنه بالفعل في أخطاء ارتكبت داخل 14 أذار أدت بالجنرال عون إلى الذهاب إلى المقلب الآخر؟ أنا بدي أسألك سؤال، إذا في خطأ بيرتكب بحقي من قبل 14 أذار شايفني رايح عن 8 أذار؟ أنت لا مش شايفك. كيف هي؟ يعني بهذه الناحية هذا زلمي لا شك انه بلحظة دفع تمن، بس انه هلأ اليوم بعد هو يحاول بفترة اذا بتسكن يضل يقول انا 14 مش هيك؟ صحيح. ضاينت القصة 6 شهور وصار قاعد بحط يعني وصار هلأ بيعد برحاله من 8 أدار. المشكلة انه ردنا هذا الانسان ردنا الى ما قبل هاللحظة، لما رجع عطى انطباع كأنه حرب الإلغاء بعد ما انتهت. صرنا عم نبحث أوتوسترات حيلات تنشوف إذا منلاقي مقابر جمعية. رجعنا لهوني مثلا، رجعنا بالعلاقة الجديدة اللي انبنت إسلامية مسيحية، صرنا عم نحكي أنه والله السنة كلهم سلفية. ذكر الحملة اللي عملها بفترتها، هذا وين هذا كله؟ كله هذا مشين من أجل هذا الصراع على السلطة. بس أستاذ سمير، ما صار عزل للعماد ميشيل عون بالحلف الرباعي؟ سيدي بدي أدبر أنه صار. أنا ضد هذا الحلف جانب آخر، أنه المكون الشيعي ب 14 أذار استبعد، لعب دور أساسي، استبعد كليا كليا وبعده مستبعد لليوم، استبعد بها، استبعد بتشكيل الحكومة، استبعد لليوم مثل ما عبدو. هون بفهم رد فعل الكينو بالنسبة لعماد عون انه استبعد كيف؟ يعني عندما ذهب هذا التحالف وخاض الانتخابات وين؟ بال2005. فهمت وين خاضها؟ شو في لبنان وين بيخوضها؟ لا خاضها ببعض المناطق المختلطة. شيء ايه يعني ما أثر على نتائج اللي حققها العماد عون بالنهاية. استغل العماد عون تاريخ لأنه هو ضحية وإجا عطف عليه بهالفترة هاي. طيب إذا هذا الموضوع هيك وإجا هذا العطف المسيحي، بياخد هذا العطف المسيحي ويحطه بورقة تفاهم، بيحطه بنقيض كل الكلام اللي كان عم بيقوله، مش هو اللي كان عم بيتباهى إنه 1559 هو عامله وقانون محاسبة سوريا، قانون محاسبة سوريا فجأة منصير بمحل تاني، فجأة نتذكر انه مرمرون ببراد في شيء هون. بس خليني ارجع ل 14 نفسها. نعم. اليوم بهاللحظة العمل اذا من كمي 14 كمجرد لقاء احزاب تنتهي الفكرة. نعم رح ينطرح. ليش تنتهي الفكرة؟ لأنه كل حزب يعني عنده مصالحه الخاصة وعنده تحالفاته الخاصة وعنده رؤيته الخاصة. أنا لأنه كل حزب مستبعد المجتمع المدني اللي موجود. أنا ماني بي ولا حزب. كيف بشارك ب 14؟ وين قادر أعطي رأي؟ وين قادر أقترح؟ وين قادر حاسب؟ بهذا المعنى بقوله أنا تنتهي الفكرة، لأنه أكترية أنصار 14 أذار هم من غير الحزبيين. طيب كيف بتبلون بالليبون بوست شو الموقف اللي لازم ياخدوه؟ ما أنه حق يشاركوا، ما أنه حق يختاروا، ما أنه حق يحاسبوا. هاي الفكرة الأساسية، ما بدي استبعد أحزاب. يعني هون كان عندكم مشكلة أنه ما كنتوا قادرين تحاسبوا بعض القادة السياسيين بقوة 14 أذار على قرارات اتخذوها وعلى مواقف اتخذوها. تمام، لأنه بيقول لك هو بالله هذا موقف حزبي. شو بتقول ضمن التنوع بقوة 14 أذار؟ أنا بفهم هيدا حتى يقول واحد ما في خلافات، يعني مش أكثر من هيك. بفهم إنه حدا حزب يكون عنده موقف بس بيجي بيعرضه وبيناقشه. طيب أنا مثلا تحكي على أنا الأرثوذكسي، شو إلي فيه أنا؟
شوف شو اللي فيه ضده وما ما كذا وإلى حدا إجا قال لي عكد فيه قال لي شو رأيك أفندي بهذا بلحظة بصير أنا نكرة لأنه ماني بحزب كيف هذي وأنا وإنت عارفين أنه لو ما هنيت شاركوا ما كنا وصلنا أنا ما وصلنا إليه ومش عم بحكي كون أنا كسمير فنجي بالسين سين مثلا كمان حدا سألكم بالسين سين حدا سألكم أكيد لا ما عبالك في عندك الاتفاق الرباعي حدا سألنا السين سين حدا سألنا الأرثوذكسي حدا سألنا عم بقولوا ما فيك تكمل هيك بدك تخلق إطار خلينا نقدر نحكي مع بعضنا نتفاعل مع بعضنا حزبيين وغير حزبيين وأنا ما كتير مميز بين أن واحد حزبي وواحد ما هو حزبي في من الحزبيين ناس ممتازين وفي ناس تافهين والعكس صحيح عند حتى بعض الأحل يعني الأحيان عم توصل الأمور أنه القاعدة الحزبية الموجودة عند الأحزاب والقوى الموجودة بـ 14 دار عم تكون كمان على خلاف مع قيادتها بسبب القرارات تماما ما هون عم بتقول لك أنه في جو اليوم 14 أدار يتخطى بضمن الأحزاب يتخطى قيادات الأحزاب أنه أنا بعد أنا وإنسان حزبي بحس بتفاعل كتير كبير بيني وبينه لأنه عم بتعطى معي كإنسان كبني آدم قاعد ما بيله ومش والله عم بينكر لي وجودي وعم بيخبرني أنه راجع ريزة تفهم شو لون ما هيدي قصة نحنا بهذا القرن ما بدنا نجدد العمل السياسي ما فينا نكمل هيك واليوم صارت السياسي هيك مثل تهمي صار معي هيك باب المزحة نازل بأسانسور بوقف على الأسانسور بطابة بفوت شاب طلع فيه بصير يعني الوجه فبعد طبقان نحن ونزين طلع فيه قال لي حضرتك معالي سعادة طلعت فيه يعني ليش عم تسبني أول رد فعل لا لا ماني قاصد أبدا كذا وصلنا لتحت قال لي يا أستاذ أمين معروف شو اسمك تدو صار يضحك بس إنه أكيد بمحل صارت تقريبا تهمي فإعادة الاعتبار للسياسي مسألة أساسية واحد اثنين مشاركة الناس مسألة أساسية اليوم بين رجل بتعطى السياسي وبين شو عارفني طالب عم بيتعلم أخي في أمور هو بيعرفها السياسة ما بقى يعرفها أو ما بيعرفها بعد ما صلنا بجو هذا الطالب اللي بيعطي رأيه كل يوم على فيسبوك بتقله بلحظة 14 هذا لا أنت ما لك رأي كيف مش هناك عم لك في شيء لازم يتجدد طيب شو هو هالتجدد اللي ما كنت عمله هل هو من خلال المجلس الوطني هل هو من خلال هذه الوثيقة السياسية الجديدة اللي رح تصدر يعني شو التجدد اللي بدك تعمله هلا اليوم يوم اول شيء يعني معلش سمير بيك بس سؤال اساسي هل هذا النقد الذاتي اللي قامت فيه قوى 14 اذار او اللي قمتوا فيه انتم يمكن مش بعرفني كمستقلين او ما بعرف اذا شاركوكم الاحزاب هل الاحزاب كانت يعني مقتنعه بهذا النقد السياسي حتى وصلت الى هذه النتيجه ام انه هذه الاحزاب يعني بعد ماشي بنفس المسار اللي كنت بتحكي عنه ليك ما بعرف اذا الاحزاب كاحزاب مقتنعه بس خلني أقول إنه ما في إنسان حزبي أو غير حزبي إلا ما بيقرر بأنه في أخطاء ارتكبت هذا وما في حزب إلا ما بيقول لك لا لازم نشارك الآخرين يعني اليوم اللي حيصير هو إنشاء مجلس وطن ما له سلطة تقريرية بس مكان للنقاش للحوار للتفاعل للبحث بمبادرات بدنا نجرب هون ولا شك انه هذا بيأثر طب اليوم اذا بسألك سؤال مين بيأثر اكثر بالحياة السياسية
نيب بالبرلمان أو صحافي مثل حضرتك. أكيد صحافي مثل حضرتك بيأثر أكثر. ليش؟ لأن العالم تغير. فكيف فينا بالتدريج نبلش ننقل الحياة السياسية اللبنانية من حياة محكومة بصراعات سياسية حول السلطة بصراعات طائفية إلى شيء حديث قادر ينقل البلد ككل ويحطه بمحل آخر؟ بالصيغة الأولى أفضل اليوم أفضل مين التعاطى بالشأن السياسي بالأسلوب القديم موجود على الأرض، هو حزب الله. أنت بتسمع بحزب الله أنه والله في انتقادات تطلع بالداخل؟ بتسمع أنه حزب الله في أجنحة؟ بتسمع أنه بحزب الله في رأي عام بيقول هيك أو هيك؟ هاي الصورة الحزبية التقليدية محققة حزب الله لآخر درجة. إذا بدنا نعمل مثله خلينا نروح لعنده. إذا بدنا نبلش نعطي صورة عن لبنان ما بعد خلينا نبلش عنه. هذا هو المطموح اليوم باجتماع 14. هيدي هي أهداف المجلس الوطني. نعم. بس هذا المجلس الوطني يعني سيضم مستقلين وحزبيين. من كل الاتجاهات ب 14 أدار. من ومن كل الأطياف. من كل الأطياف. تمويله بشفافية منه. هو بينتخب إدارته. مش من حدا بيجي من فوق وبيفرض. راح بيكون في يعني شيعة معارضين لحزب الله ضمن هذا المجلس؟ أكيد. أكيد. يعني هون أول شيء اللي عم تجيبه ما راح تجيبه بصفة الطائفية بطبيعة الحال. بس أيضا يعني ما بعرف إذا بيطلع شيعي رئيس هذا المجلس بيكون شغلة ممتازة. لصورة كصورة للبلد. هذا إطار تفاعلي. وإطار حديث. يعني حياة سياسية بلبنان ما راحت باتجاه التطور، راحت بالعكس. إنه كنا بالأربعينات وبالخمسينات كتل سياسية عم تتصارع مع بعضها فيها إسلام ومسيحيين. نعم. صرنا بأحزاب طائفية، صرنا بأحزاب مذهبية. شو التطور التاريخي هذا اللي عم فوت فيه؟ لا، لازم نرجع على شيء مختلط، شيء الآخر اللي بده يعيش معي بدي أتشارك أنا وياه. والمنو قادر يحمل التنوع هذا من أحطه بالمستشفى يتعالج، ما بقى لحالي. بس قداش يعني هذا المجلس الوطني سيكون تأثيره على القرار، قرار القوى السياسية ب 14 أدار؟ يا سيدي إذا في مبادرة مبلورة وكذا، ما هو مش بوجه قيادات 14، هو مكمل. مش اذا اليوم اللي حاطيك انا سبيل المثال، انا لو هالمجلس موجود كنت فتحت الموضوع على الزواج المدني. ليش بدي اعمل هذا الحوار خارج اطار 14 واعمله برد فعل وما برد فعل؟ لا، بدي اعمله بدي جوا. عبطيك شغلي ما لها علاقة بالسياسة بالمباشر. بس لا، صار هذا اطار موجود. اليوم التحركات اللي صارت، تعاطي على سبيل المثال، تحركات صارت ضد الحرب بطرابلس، ممتازة. مجتمع مدني يعني عم بيشتغل بذكاء بشجاعة. طيب هذا ما له ولا كلمة؟ لا، خليه يكون جزء من هذا المؤتمر، من هالمجلس الوطني التبادلي. وين ما كان يعني، وين مثلا نحن كمان من ضمن أخطائنا ما اشرنا، ما قلنا، ما عرفنا عن حالنا كحركة ما بعد السياسة التقليدية. يعني من سنة صار في مظاهرة ضد العنف ضد المرأة، انه كنت يعني مش من واجب نواب 14 يطلعون شي مشروع قرار نأشر انه صرنا محل اخر يا شباب. ما هو الاعتبارات السياسية والاعتبارات المذهبية والاعتبارات الطائفية عم بتفوت بال بي 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 مزبوط. بس اذا في عندك بس مجلس، في المجلس الوطني بيتخطاها لهي الاعتبارات؟ اكيد بيتخطاها.
وبيخلي الأحزاب تتخطاها والتيارات تتخطاها. أكيد أكيد بدون أي تردد عم بقول لك شيء. والأخير شو بيبقى من 14 أذار إذا ما فيها الدينامية هيدي؟ عم بقول لك إذا نموذجنا أحزاب طوائفي كذا لا في نموذج حزب الله حزب الله وآخر وعنده ميليشته وعنده سلاح وعنده ارتباطه بالخارج. هيدي اللي عم ننتهي منها. بدنا نحن نعطي صورة أخرى. بتقلي هاي الصورة بتنهي هيدا؟ لا بس هاي الصورة صارت بتشجع اللبناني انه ينتقل من مربعه الحزب الضيق الطائف الضيق الى اخرين مربع لا مكان اوسع. هذا هو. شو اللي خلى الاحزاب يعني تقبل بقيام المجلس الوطني بعد ما كانت رفضته؟ يعني خلينا نكون صريحين انه اذا 14 اذار ما بتعمل شيء بتنتهي 14 بتنتهي. هذا خوفهم يعني كان وبنعمل مجلس بوقتها كمان بلاهم. سيدي بال 2004 كانت الاحزاب لها دور. قوات زعيم بالحبس وهني ملاحقين كتيب الحزب بإدارة سورية مستقبل ما كان بعد مشكل. هو هذا المجتمع الحرك الأمور. بتذكر أول عريضة عم بحكيك بشهر 6 2004 أول عريضة ضد التمديد للرئيس لحون. اجيت من المنبر الديمقراطي موجود فيه حبيب صادق، موجود فيه الله يرحمه عاصم سليم، موجود فيه لياس عطا الله، موجود فيه الأوجه، وايضا من لقاء النتجوين سمير عبد الملك فارس السعاد. تعرف شو جابت اول ما اطلقناها؟ تقول لك كيف كان الجو؟ 82 توقيع. بعدها بشهر اطلقنا اعلان بيروت، هذا منعوه ورجع. صحيح. جايب 2000 3000 4000 توقيع. وبلشت هيك تتكون هالشيء بمبادرات، صحيح مش كلها مرتبطه مباشره مع بعضها. اذا المجتمع نسميه مدني بهالفتره قدر يأسس اليوم انه قدر يأسس اليوم المجال اوسع بكتير. اليوم ما بقى في عندك سلطة واقفة ومانعتك من انك تتحرك. ما فينا نكمل بلا هالشيء. يعني المجلس الوطني ضرورة لبقاء 14 اذار، ضرورة لبقاء 14 اذار، ضرورة لحماية هالبلد. وهذا المجلس سيشكل يعني خلال شهر شهرين؟ هو محطوط مبدئيا فترة شهرين لتشكيل. فترة شهرين رح يكون له رئيس. يعني في بعض القوى بتقول لك انه احنا ما بدنا رئيس ومرؤوس ومدري شو، نحن كأحزاب عندنا رؤسائنا بسيطة بتحطه مسميه منسي سميه شو ما كان، شوي كلمة رئيس هو رئيس جمهورية ما في ما في لا نختلف على كلمة رئيس للمجلس. سميه اللي بدك تسميه يعني ماني مش مهمة بس أهم شيء انه في انتخاب لهالشخص. انتخاب ما في تحديد طائفي وتمويل منه فيه مش ما حدا يخبرنا انه شو قصتكم يعني. طيب هناخد تاني بريك اعلاني ومنتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الاخير من نهاركم سعيد مع النائب السابق سمير فرنجي. طب اضافة للمجلس الوطني هناك ورقة سياسية ستصدر يعني اليوم. هذه الورقة السياسية يعني تكرر العناوين التي كانت تحملها قوى 14 أذار، هل هي عناوين موحدة تتفق عليها كل فرقاء قوى 14 أذار؟ هو المشكلة من ضمن مشاكل 14 أذار أنه من 3 سنين يعني ب 14 أذار 2012 طلعنا بوثيقة صحيح اسمها من انتفاضة الاستقلال إلى انتفاضة السلام. أراها وقت الوزير بطرس حرب. بطرس حرب. تاني يوم نسيناها ورجعنا كل واحد على قده.
فتنة بالقانون الأرثوذكسي، فتنة ما بعد بشو. اليوم خلني أقول الوضع صاير وصل لدرجة من الخطورة استثنائية. ما رح أقول لك شو رأيي 14، لأنه مش أنا مكلف أحكي باسم 14، بدي أقول لك رأيي أنا بهذا الموضوع. بالحكي السياسي اللبناني ما بقى في شيء، ما في شيء له طعم. كيف الحكومة بتاخذ قرارها، كيف ما بتاخذ قرارها، لك يا سيدي أكثر، مين بيعمل رئيس جمهورية، مين ما بيعمل رئيس جمهورية، كله تناوي صار. نحن اليوم بلحظة يا بدنا نشتغل على حماية البلد ونفسنا، يا أما الأمور رايحة. حماية البلد من مين؟ حماية البلد من الإرهاب؟ حماية البلد من حزب الله؟ حماية البلد من إسرائيل؟ حماية البلد من إيران؟ من مين؟ هي حماية البلد من هذا العنف اللي عم يتوسع يوم بعد يوم. أنت على تميز مع بلدين، يعني سوريا والعراق، داخلين على حروب ما مبين كيف بدها تنتهي. موجود بمنطقة في مشروعين واصلين لنهايته، مشروع إسرائيلي بخلق دولة عنصرية على قاعدة الدين، يعني عم يرجعونا ما بعرف كمية سنة لورا، وعندك حلم أمبراطوري فارسي خبرنا عنه مستشار الرئيس روحاني أنه هذا عاصمته بغداد. يعني عم بعطي هالإشارتين تقول أنه يعني في درجة من الخوات بالمنطقة استثنائي، وعم بيترجم بعنف أيضا استثنائي. فينا نقول نحن منا قادرين نعمل شيء، ونضل مكتفين ايدينا، بنكون عم نترك مجال لهذا العنف انه بلحظه من لحظات انه يطالنا بالمباشر. واذا طالنا ما في دوله فاعله قادره تمنع شيء. هذا موقف ثاني، انه الناس الرافضي لهذا العنف شو ما كان مبرراته تتضامن مع بعضها لخوض معركة حماية لبنان. كيف بتصير يعني هذه الحماية يا سيدي؟ شو وسائلها؟ إذا اليوم إن هذه هي أولويتنا، عظيم، كل خطواتنا بتصير محكومة بهذه الأولوية، أولوية حماية لبنان، أولوية حماية لبنان. يعني إذا اليوم ضمن حماية لبنان مفترض انه يصير في دعوة عبول للقاء روحي، عنوانه هاي، مفترض الجامعات بلبنان تتواصل فيما بيننا تحط عنوان ولو لنهار بكل جامعات لبنان، مطلوب من الهيئات الاقتصادية قوموا، مطلوب من 14 أدار بشكل أساسي تتحرك. بس إذا يعني أنا عندي شعور أنك ماني متشائم، أنا من طبيعتي متفائل، بس اللي عم نشوفه استثنائي. اليوم بقراءتي لجريدة لوموند بيطلع لي خبر هو الآتي: الأقمار الاصطناعية اللي عم تراقب العالم لاحظت إنه بين 2011 وال 2015 83% من أضواء سوريا انطفت. أوف. يعني 83، عم بعطي هذا هالتفصيل تقول شو حجم الكارثي. وهذه الكارثي ما فينا نقول ما شايفينها وعايشينها. عدد النازحين السوريين، النازحين رهيب. هذه سوريا. العراق انه بعد 12 سنة على حرب العراق، العراق اليوم بحرب أهلية من طبيعة خطيرة جدا، ما بنعرف إذا العراق تبقى موحدة، ما بنعرفها. وهذه الحرب الداخلية يعني بلشت تتوسع، أطال اليمن، في إذا بدك عالم من العنف أمامنا.
نحن فينا نكمي نبحث ونعمل تجمعات وما بعرف ايه تنشوف كيف حكومي اساسا طابعها موقت بدها تاخذ القرار. تصير الحياة السياسية كلها دايرة حول او دايرة حول معرفة اذا العماد عون بيقبل انه ما يكون رئيس وانه يصير ناخب كبير. يعني في شيء سريالي انه كأنه ما بعرف عشية الحرب العالمية الثانية عم بيجي انا ابحث اذا ممكن نعمل تبادل سياحي بين ألمانيا وفرنسا. وينك عايش؟ بس هيدي الأمور يعني استاذ سمير يعني مش ضرورية كمان بحماية لبنان؟ يعني اليوم إذا عندك حكومة ومش عم تقدر تشتغل، وإذا عندك برلمان ومش عم يجتمع، وإذا موقع رئاسي شاغر، وقدرت أنت أنك تخلق ديناميكية بهالمواقع وتعيدها إلى عملها، ما بتكون هنا بإطار كمان حماية لبنان؟ بس هيدي الديناميكية هلأ عم نشوفها رايحة بهالاتجاه. ربما الحوار الوحيد الرايح شوي صغيرة وهيك على الحرب بهذا الاتجاه هو الحوار بين المستقبل وحزب الله. حزب الله الآن معه. يعني أنا إذا اليوم تلي شو أهميته بقول لك هذا المكان الوحيد في سني عم بيحكي مع شيعي وشيعي مع سني، لا بحافظ عليه بس ما بعطيه أكثر من هيك. بدي أنا أطلق دينامية أخرى، قول يا زمانيته كارل ماركس عمل ثورة تحت عنوان يا عمال العالم اتحدوا، يا معتدلي لبنان اتحدوا، ويا معتدلي لبنان والعرب اتحدوا، ويا معتدلي لبنان والعرب والغرب اتحدوا. بدنا نخوض هالمعركة حماية لبلدنا واحد، وتنرجع نعطي طعم لهذا البلد المنو موجود اليوم على خارطة على أي خارطة سياسية. أنا فيني إشي هل بالإمكان هذا الأمر يعيد لبنان إلى الخارطة السياسية؟ نحن هذه موجة العنف صارت هذه بدون ما نعمل شيء، نحن وقياداتنا السياسية مكان آخر، الصار بالعراق، الصار بفرنسا، اللي عم يصير اليوم بعدد من الدول الأوروبية. شو هو؟ إنه كيف؟ إنه الاختلاف كيف بدنا نديره وكيف بدنا يعني نمنع هذا الاختلاف يكون مصدر عنف. مش طيب لبنان شو هو؟ لبنان شو نموذج لهالإدارة يعني؟ لبنان البلد الواحد بالعالم إسلام ومسيحيين بيتشاركوا بإدارته، والبلد الوحيد بالعالم الإسلامي سنة وشيعة بيتشاركوا بإدارته. ما في محل بالعالم الإسلامي سنة وشيعة متعاونين بإدارة دولة واحدة إلا بلبنان. بالعراق حرب، بباكستان لا الشيعة ما قالون دور، باليمن حرب وإلى آخره، بالبحرين. أنت عندك هون تجربة، وهذه التجربة صارت اليوم حاجة للعالم العربي وللعالم. بيسوى واحد يقول خي انا هذه التجربه بجوز ما اقدر اعمل شيء، بس خليني ابرزها بالقليله، خليني اقول الي عندي طعم، الي طعمي، مش طعمتي انا جاي من مين بيعمل رئيس جمهوريه. ايه بس بنفس الوقت يعني انت عم تحاول تبرز هذه التجربه، عم تيجي بتقول كمان انه في فريق لبناني مسلح يوالي ايران، الجمهوريه الاسلاميه في ايران، وهذا الفريق المسلح يريد ان يفرض حكمه، يريد ان يفرض رايه، يريد ان يفرض نظرته على لبنان. يعني كيف تطرح بنفس الوقت انه انت تجمع الاعتدال وبدك تعمل من هذا الاعتدال قوة، وتجي بتقول كمان بنفس الوقت انه انا عم واجه هذا الفريق يلي هو بده يحط ايده على لبنان وما الي غنى الا ما احكي معه؟ ما. هذا الفريق اللي يحط ايده على لبنان مكون. شو بو؟ مكون. ايه. مشروعه واضح. صحيح. ومن اجل هذا المشروع بقاتل بسوريا والعراق وما بعرف وين. الفريق الآخر اللي هو نحن منا مكونين. كلمة الاعتدال بعد ما هي عنواننا اليوم، إذا بتسأل 14 أدار كل حزب عنده بعده أجندة خاص فيه. مين بيقلك لا الأولوية هي لرئاسة الجمهورية، والتاني بيخبرك ما بعرف شو، والتالت عم بيبحث بقانون انتخاب، والرابع
عم بيشكل لوائح وإلى آخره. هون عم بقول معركة، ساعة بتحط عنوان بتقول هذا هو العنوان، إيه وقتها بيصير الناس يطلعوا فيك وك أنت فيك تبيع نفسك كخبير للعالم، هذه قوتك هون. مش أساسا ميزة هذا البلد هون، نحن في هيك مشكل بوعينا، نحن منمارس أحسن بكتير من ما بنفكر، بنعمل تجارب مثل هاي تجربة هذا العش المشترك اللي هي فريدة من نوعها، بس منكمل نحكي من مربعاتنا الطائفية، نعتبر انه والله في خلاف اساسي بيننا وبين الاخر، بس صارت تقاليدنا كلها واحدة وسقفتنا واحدة وطريقة عيشنا واحدة ومطبخنا واحد وإلى آخره، وبعدنا يعني ايش الحال هلا اليوم هيدي القصة صارت قصة حياة او موت، يا منخوض هالمعركة ونحمي هالبلد ومنرجع منعطي دور ومنرجع منعطي طعمي، يا اما افضل نلغي عملنا شيء ونخلينا نشوف شو بيصير بالفريق الاخر بهالحرب اللي عم يخوضها، بس انه نبقى على تماس مع حرب اهليه عم تتعمم بكل العالم العربي وممكن تطالنا باي لحظه من اللحظات، ونبقى عم نحكي بالتفاصيل عم نحكي فيها، لا هو في شيء عظيم مفروض. بس اليوم انت رح تيجي تقول لحزب الله او رح تقول الدول الأخرى الموجودة بالمنطقة أو يلي بتأثر بلبنان إنه والله هذا النموذج اللبناني ويلي عم تشهد صراعات، إنه هذا النموذج اللبناني هو النموذج الصالح لحتى تعتمدوه لحتى تخلصوا بلادكم أو لحتى تحطوا بلادكم على الطريق الصحيح، بس بنفس الوقت شو بدك تقول له لحزب الله؟ ما بدي له شيء، ما بدك تتوجه له، ما بدك تيجي تقول له، ما بدي له شيء بالبداية، ما بدي له شيء بالبداية، أنا بدي اللي بيشبهني بلبنان وبالعالم بالعالم العربي يبلش يتوحد ليخوض هذه المعركة. بلحظة بدي له حزب الله، إذا أنت معتبر حالك إنك قادر تربح معركتك بسوريا كمل مطرح ما عندي، صحتين عقلبك، اعمل اللي بدك، أنا ماني هون، وساعة اللي بتحس إنه شيء تشرف، هذا هو الكلام. أنا ماني مأزم، أنا 14 ماني مأزم، أنا الانتقادات اللي بتجيني انه ليش مش عم تعملوا احسن، ليش مش عم تعملوا اكتر، ليش مش كذا، انا ماني عم ضحي بالناس اللي بيشبهوني بمشروع مستحيل. بس عندك ازمه ببلدك 14 اكيد عندي ازمه، اكيد عندك ازمه ببلدك، عندك فريق اساسي في هذا البلد بيجي بيقول لك انه خيي هذا البلد مش ممكن يمشي الا يمكن لتنحل الازمه بسوريا، ولا انا انتصر بسوريا، مشروعي ينتصر في سوريا سيدي، هو معيش ناسه هيك، الإيراني هالفترة معيش ناسه انه عم يرجع يستعيد الامبراطورية، مش هيك؟ شو بدي منه خير؟ اذا قدر يعملها صحتين عقله، بس اذا انا برأيي ما رح يقدر يعملها، وخلينا نبلش نشوف مرحلة ما بعد. بس بيقدر يفرض عليك؟ بيقدر يفرض؟ كان جرب، انا احتلت بيروت او انا اعتبرت تبع ايار يوم تاريخي يوم مجيء، جرب مش انه ما جرب، خي ما فينا من هو ولا غيره، وكل واحد جرب باسم حزبه وحزبه باسم طائفته انه يفرض رأيه على البلد، بلد من هالنوع ما حدا نجح، لا المسيحيين قدروا ولا السنة قدروا ولا الشيعة رح يقدروا، خلاصنا من هالقصة. عم نحكي بزمنيته كان يقول المارونية السياسية، ايش ايش اي سيزي، ليش بدها تنجح اكثر ما نجحت هذه، وصلت هذيك لنهايتها وهذه واصله لنهايتها، بقوله انا لانه واصل هذا المشروع لنهايته خلينا نحضر مرحله ما بعد وندعي حزب الله، انا ما بدي الغي حزب الله، بدي ادعي يرجع على هذا البلد، اذا ما ادبر انه بعد قادر هونيك يكمل، ساعة اللي بيحس انه ما بقى فيه يشرف، هذا هو، بس كون جهزت، كون حضرت، كون خلقت اذا بدك هالشبكة الامان مع الناس اللي بيشبهوا بعضهم في حماية هذا البلد، ومش لصالح واحد منا، لصالح البلد،
أنا بستعمل جملة بقول مشروع 8 أذار خسير، مشروع 14 أذار ما ربح، لأنه مشروع 14 أذار بهذه اللحظة هو مشروع لازم يكون كل لبنان معنا فيه، لأنه بدك تأسس لمرحلة جديدة. طب هذا التأسيس والتأسيس للمرحلة الجديدة والحفاظ على البلد يعني الحفاظ على النظام القائم حاليا أو بتفوت تفتش على نظام جديد؟ هو بتصور وهون كمان يعني بخالف رأي كتار، اتفاق الطائف جوهر بين إذا بنعرف نتعاطفه، وخاصة جوهر المسيحيين في هبل سياسي استثني عند المسيحيين وعند الكل وعند المسيحيين تعاطف السياسي. في شيء دستور بالعالم مؤسس مشروعيته على كلمة العيش المشترك والمناصفة، ما هو جزء يعني ترجمتها. نحن هلأ شو؟ لا هذا بده شوية فيدرالية وهديك ما بعرف شو بده، بده صلاحيات وهديك بده. في شيء استثناء يعني طبق سياسي، لا هون بده خط يعني أو ينفتح ما بعرف في فرع بالجامعة يدرسهم شو الموضوع. بس في عامل الخوف هون يا أستاذ، يا سيدي عامل الخوف عم يستخدم، مش الناس خايفة، عم في سياسة تخويف، هذا الفرق. كأنه أنا سياستي مضطر خوفك تقول لك أنا بحميك، هذه السياسة الأيمي. تقرأ شو اللي ما بيخاف شايك من التوطين فلسطيني، من خوفه بالتوطين السوري هلا، من خوفه بالديموغرافيا، من خوفه ببيع الأراضي وشراء الأراضي، من خوفه صرت يعني بالأخير أنا عبوله يعني إنه إذا واحد كله لقد خايف فينا نحل له مشكلته بشكل آخر، فينا نتواصل مع سفارة كندا تعمل له فيزا بيروح بيرتاح وبيريح، خلاصنا بقى اللي ما عنده أعصاب خي ما يتعاطب السياسي. الكل ما بيشوف شغلي غريب عليه بيبلش يرتجي، فهذا خي حطه عند شي طبيب نفسي يعني ما له علاقة بالسياسي. هلا زيدي هلا ممكن هلا خوفك بداعش، انه داعش بكل بيت، شو مضل هيك؟ اليوم بعمل استفتاء عند اللبنانيين، مش هيك بعطيك هيك عينة عن هالشي، حول طرابلس، انه شو طرابلس؟ ما بعرف اذا مش اكتر من النص بيقول لك كندهار. في بيرسبسيون عند الناس، عند بيرسبسيون مبنية على شو؟ روح على طرابلس وعبقول لك روح على طرابلس تتفاجأ بانه ما في شيء من كندهار. رح اعطيك هيك عينة بسيطة، عزمت من اسبوعين على مطعم شهير بطرابلس، من يعرف انا اذا بعد بيعطي اذا بيشرب اذا في كحول ولا ما في كحول، كل شيء وكذا موجود. تطلع كان رجعنا شيء 30 سنة لورا بالاجتماعات مجتمع مدني والى اخره، في مشاركة للمرأة استثنائية، ما في منطقة مسيحية المرأة بتشارك بالشأن العام مثل طرابلس. هيدي اللي عم نسميها كندهار، لا مش صحيح. في سياسة تخويف لأغراض انه اللي عم يخوفنا من الآخر انه منعيش مع بعضنا، هذا شو بده؟ هذا من بدينا نعيش مع بعضنا هو يتزعمنا، لا خلصنا من هالنكتة، دفعنا ثمنها على مدى 15 سنة من الحرب، حلنا بقى نستخلص. مش هناك عم بقول من ضمن الأخطاء الرئيسية ل 14 أذار انه ما اشتغلت على تنقية الذاكرة. اللي عم يشتغل اليوم على تنقية الذاكرة افراد من المجتمع المدني. صحيح. بس نحن منا عم نطوي هالصفحة بقى. استاذ سمير فرنجية بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم، بنهاركم سعيد، اهلا وسهلا فيك. وبتمنى لكم التوفيق هلا بهالمؤتمر يلي راح تعقدوه بعد الظهر. ومشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعة هذه الحلقة، والى اللقاء.